سني لليوم قديش تغيرت يا مرايتي من كم سنة لليوم انا كم مرة خسرت يا مرايتي من كم سنين لليوم قديش تغيرت يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت يا مرايتي اللي بتعرف حكايتي انت بتعرفي شو شفت وبتعرفي من شو خفت كم مرة عندك خبر شو حلوة انت يا روحي انت عندك خبر شو حلوة انت يا روحي انت نيال شعرك بيضلوا جنبك نيال المي يلي عشفافك فافك ما يهمك يا حياتي أنا حسابك حياتي ما يهمك دخل قلبك ياللي بيفهم عقلاتك بدمي وفرحي وهمي وانت روحي الجواتي آه 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 يا اه حرام شو عملت فينا مثل الورق طيرتينا بدي الدنيا عيشة معك يوجعني اللي بيوجعك، حقك تنغربي يلبقلي، ولا اهضم من حركاتك، ولا اهضم من حركاتك. ها شو بدي ازعل؟ بلا اوكي <applause> في <applause> شيء بعد؟ كالتريتر؟ نعم كثير كان هالايفال كمان التبليشه كانت حلوه الاكسبريشن تعابير وجههم كانت كثير بمطرحها بس ما رح اتطرق بهذا الموضوع بتركه اكيد للسبشالست بالنسبه لحنان صوتها أحسن ولكن في محلات كتير وقت عم تستعمل باور في شيء كتير مزروق مثل كأنه عم ينتع عم بيشد فجأة هيدا الشيء استعملته بالأول للأداء كان منيح بس ولكن ما فينا ما فيها تستعمله كل الوقت لأنه بيتعب شوي على الدينة في كم نوت فلتت منها ولكن بالإجمال هي أحسن لازم تتعود على القرار تخلي زيت الروندار زيت ال... زيت تغليف وزيت رنة الصوت بس بالإجمال هي أحسن وال... أداء كله كان كثير حلو اليوم كانتربريتاسيون يعني عجبني الايفال ككل هلا صحيح. عند حنان صارت تشد على صوتها خاصه بصوت الصدر صرت تشد هيدا مع الوقت بصور بتطال النوتات من دون ما تشد على وجهها واللي عم يسمعها ينزعج هي من هالناحيه بس اللي عجبني فيها فايته المكياج تبعولها اه تدا بخلي لبيتي بعدين الاشياء بس لفتت لي نظري هلا العجبني عجبني رفيان من اي ناحيه عطاها الطبقه لإلها ورجع هو اخذ طبقته لإله تيكون اكيد يعني دينته قويه الصبي بالفعل بعد عنده في شغله بعد ما عم بيقدر يطبق بس بالصف بغني كثير منيح بعد هون تمه مسكر على تمه، اذا لحق وفتح تمه غير انسان. بدي قول شغله تفضلي عن رفايل تفضل انه بعده النزال شوي موجود بصوته والشد كثير مسموع يعني ما ما مزبوط انه ما عم بيطبق الصفوف بالمغنى ولكن بعد هذا الشيء عم, عم بياثر انه بعد عنده البحه سو so اكيد انه احسن من الاسبوع الماضي واللي قبله ولكن لازم نشتغل اكثر على قصه البحه وعلى وعلى الليونه تيقدر كمان وقت بده يعطي نيوانس لانه البحه عم بجرب هو يغطيها فعم بيروح النيوانس بالصوت وعم بيروح الليونه وهذا اكيد رح يكون اساس بصفوف هذا الاسبوع مع رفيات انا مبسوطه لانه الفكره اللي طلبتها منهم كثير منيحه بنفذوها كثير منيح يعني افكارهم الخيال اللي استعملوه الابتكار الفكره كتير منيحة دراميا يعني كتير حلوة فكرة إنه هو مريتها أنا عجبني رافائيل هي وعم بتغني هو عجبني كتير كان مع واقف جامد مركز وبعيونه كان في شيء يعني مش إنه مراية هيك بلا شيء يعني كان عنده إحساس بعيونه ومش بس عم يمشي بحركتها كان حلو هيدا الشيء ما بدي احكي انا عن الاصوات، انا بدي انا بدي احكي عن الشخصيات. حنان مسلة مبين انه عندها شيء تعطيه. عندها شيء كتير انه تعطيه، بده ينشغل عليها اكيد، بس ممثله شاطره بالاضافه الى انه انه بتقنع يعني عطيت عطيت اكسبريسيونات كثير مناسبه للغنيه، اما رافاييل رافاييل بعد ناس شغله وحده قلت له اياها لما فتنا بده الهدوء بده هدوء رافاييل من جوا شاب طيب كتير و... وعنده كتير اشياء يعطيها آه عجق بده ندفة هدوء شفته هلا هو عم بغني عجق 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 لانه بيتحمس هالقد مشاعره قويه انه هو مرايه وعم بيعطيها ثقه بنفسها بينعجق ب... حتى بالفكره بينعجق بيأثر على غناه بيأثر على نفسه على كل شيء انا 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 حبيت هيدا الايفال مرق حلو طبعا بيقدروا ينفذوا احسن بس ما ننسى انه نحن بس بعد قلنا اسبوعين بس التلاميذ عندنا بعد ما صار لهم وقت يعني وبلشوا يتطوروا مثل ما لازم بزن. على سيرة عجقة رافائيل بس يا ريت ما قطش من الاخر يعني هاي القطشة انه خلصت بحب كثير وبصر كثير انه ينتهي المشهد مثل ما ببلش بنفس الاهمية أنا بس بدي أقول إنه فجأوني إيجابيا أنا عارفة إنه رافائيل وحنان عندهم قدرات تمثيلية عم بلاحظ عم بلمس هيدا الشيء بالصف وعم بنبسط هلا شوف إنه عن جد اثنيناتهم عملوا جهد على الشخصيات اللي عم بقدوها وعلى الفكرة في شغلة كتير ذكية عملوها الجيتار من بعيد يلي صارت الرنة مثل كانه الساعه وهي بفتكر على النوت كثير لقيت هيدي استعمال النوتة الجيتار مثل ساوند ايفكت انه ساعه على البعيد كثير لقيت ذكي لقيت حسيت بالليل مثلا انه حسيت انه المشهد بالليل علما انه نحن ضوء وما في اي دليل انه هيدا ليل بس حسيت انه هي فايته لحالها انه الساعه عم نسمعها لانه ما في لانه في هدوء لانه بالليل كتير حلو شكلها فستانة كيف شالحة من إجريها السكربيني وكيف اتجهت للمراية وطبعا الخيار تبع الأغنية جميل كتير وتفاعل رافائيل جميل جدا وأغنية رافائيل كمان لذيذة يعني عطيتها المعنويات وبس تقلكن انه هي جملة اختصرت بالاخر انه انا لشو بدي ازعل وبلاها لسكربيني حتى يعني رجعت اعادة ثقة بنفسها من دون لو لا يفسرو ولا يبرروا ولا يوضحوا جملة جملتين فوتونا على المشهد ونهيونا من المشهد كتير ذكي انا بلاقي انه رافائيل وحنان اذا بيشتغلوا على صوتهم انا ما الي يعني ما لي دخل كثير بالصوت ولكن انا عجبوني هلا بايداء هدول الاغاني بس بعرف انه يمكن عندهم لاكون او عندهم ضعف بغير انواع يعني ما بعرف اذا بيشتغلوا على صوتهم بيقدروا يروحوا لكتير بعيد يعني بيقدروا يروحوا للتمثيل مع الغنى للمسرح الاستعراضي لا يعني عندهم بوسيبيليتي مش بس يكونوا مطربين يعني او في النق يعني بس بغنوا عندن امكانيات للتمثيل وللمسرح الاستعراضي لان حضور حضورهم كامل متكامل وعن جد برافو آه انا انبسطت اليوم من حنان آه انه عرفت تختار يمكن اغنيه بتقدر ما تبين لها اللي بصوتها او نقاط الضعف اللي بصوتها، لا بتبين انه عم بتغنيها حلو، عم تغنيها بشكل مقبول يوصل لك بشكل انه تحسسك بالدور وتعيشك الحاله وباغنيه تساعدها مش تضرها. <applause> هذا كان شيء منيح انه تختار، ولكن لا شك انه حنان بحاجه انه ترتب صوتها، تنظم عرابها، ترتب كيف بتغني بطريقه حلوه وبطريقه سامبل وبطريقه كامله. آه بالنسبة لرفاييل آه ناقصه يكون أقل تسرع بالمغنى مثل ما هو آه عجق مثل ما قلته بشخصيته ناقصه يقول يكون أقل تسرع لأنه عنده خامة حلوة ولكن عربه بحاجة للنضوج طريقة يعني بده ينضج صوته بده يكبر بده يعرف كيف يغني تما كمان يبين الضعف اللي فيه ما يتحمس أنه يعمل عربة هو مش قادر يعمله انا كمان مع انه يشتغل كتير منيح على تعابير وجهه على الميم اللي عم يبينه بوجهه على الاشكال اللي عم يبينه بوجهه لأن اوقات بيزعج يمكن اللي عم بي عم يسمعه ببطل يتلقى بطريقه ايجابيه ولكن لا شك انه اثنيناتهم عرفوا يختاروا مع بعضهم الاغاني اللي بتكون تخدم الموضوع وتخدم الصوت بالوقت نفسه اللي عملوه برا الجيتار كان كتير ذكي يمكن للمشهد ما بعرف اذا قصدينه بالمشهد بس هن عم ياخدوا طبقه يعني اثنيناتهم واعيين انه كتير مهم يغنوا على الطبقه المضبوطه تما حدا منهم يفوت بالحيط